انت لو اتعرض عليك رشوة انتخابية تقبل بيها؟ لا طبعا ما ينفعش، انا اقبل اللي ربنا يكرمه اللي يصلح حال البلد. ما تقبلش تبيع صوتك؟ تبيع لا صوتك بكام طيب؟ ما بيعهوش بفلوس عشان ربنا سبحانه وتعالى. مرة بعد صوتك لسه هروح له اخر ايه؟ بعت صوتك؟ بعت صوتي؟ صوتك الانتخابي؟ ما بعتهوش لحد خالص. طب نزلت انتخبت؟ نزلت انتخبت السنة اللي فاتت وتأجل. خدت كام بقى؟ لا ولا تعريف. مش الطبقة ديت اللي بتاخد فلوس، الطبقة اللي غلبانة ديت اللي بتجري على أكل عيشها دي ما بتاخدش فلوس. أمال مين اللي بياخد؟ اللي قاعدين على المكاتب. اللي قاعدين على المكاتب. رشوة انتخابية طبعا هناخد الرشوة، كل الصحابين اللي قاعدين دول كل واحد معاه بطاقة فوق 18 سنة خد 20 جنيه عشان ينتخب أحمد عيد اللي بتاع إمبابة. أحمد عيد واخد الأول في إمبابة والله 20 جنيه كل واحد قدام المدرسة وتخش تنتخبه. والله خمسة بيبعت معاك عيل صغير يشوف إن أنت عملت صح على أحمد عيد رمز النسر وبعد كده تخرج بره ياخد 20 جنيه. لو اتعرض على رشوة انتخابية طبعا هوافي، يعني لما جيت أنزل انتخب قالوا النشوة دي بخد 25 جنيه طبعا انتخاب. مين؟ خدت 25 جنيه؟ 25. طب لو اتعرض عليك 500 جنيه؟ هوافق طبعا، ده لو زياده هوافق اكتر. لو اتعرض عليك رشوه انتخابيه لا طبعا، لو اتعرض عليا رشوه انتخابيه لا يمكن اوافق عليها. و طب انت قبل كده وانت شباب وافقت على الرشوه الانتخابيه وانتخابيه؟ استحاله وانا شباب ولا في اي وقت ان انا اوافق على الرشوه الانتخابيه ولا اي رشوه. لا هقبل. مش هتقبل ايه؟ هقبل الرشوه. لو كانت كام؟ لو كانت لا لو اخدت اقل من 20,000 جنيه بقى في اخر رشوه خدتها في الانتخابات كانت كام؟ لا كانت وجبه كنتاكي. ايه؟ وجبه كنتاكي واداني 20 جنيه. وجبه كنتاكي و20 جنيه؟ اه ده اول امبارح. مين بقى انت خدت مين؟ ولا اي حد، عملت ورقه باطل. وخدت الرشوه. وخدت الرشوه. الانتخابيه لو اتعرضت عليك هتوافق بيها؟ لا مش هوافق بيها، لان هم بيوفروا الرشوه الانتخابيه اصلا للناس اللي اكبر مننا، لان الورق ورقهم والصندوق صندوقهم، والمجلس متحدد من دلوقتي ومعروف مين داخل المجلس ومين بره المجلس.